جمع البنك اللبناني الفرنسي أكثر من 120 من زبائنه في محاضرة بعنوان فرص لزيادة رأس مالك في متحف صرصو. وصرح وليد روفيل رئيس مجلس الإدارة المدير العام: في هذه الأيام المتوترة يصعب اتخاذ قرارات استثمارية وإدارة الثروات، وهنا تأتي خدماتنا الاستشارية لتساعد على اختيار أفضل فرص الاستثمار. وقد أطلق المصرف مؤخرا صندوقا جديدا هو لبنان إنكم فوند، الذي يهدف إلى توفير مردود ثابت مع زيادة العائدات بفضل مقاربة فعالة وحذرة لإدارة الملفات. We'll be right back.